نتبرع، علاش لا؟ لا بحكم العشرة الطويلة وبحكم الوليدات ممكن تبرع، ماشي مشكل. هادشي اللي كاين ماشي مشكل. نوال العشرة، العشرة الدوام، العشرة الحب. ايه مستعد؟ ها؟ ايه عزيزة عندي، ايه مستعد نتبرع على مرتي بسميتو باللي كاين. بحكم انا التجربة ديالي وفي الحياة وداكشي، يعني انا الزوجة ديالي الا حسيت بها انها محتاجة الكلوة ديالي راه نتبرع عليها بها وما عنديش مشكل، بحكم ان كلوة وحدة راه يمكن تبقى خدام بها حياة كاملة وعايش حياة نورمال، ما عنديش مشكل انايا. بطبيعة الحال راه الزوجة ديالك هذيك راه النص ديالك تيكمل في هذيك الزوجة ديالك، ولا كانت محتاجة هذيك الكلوة راه غتعطيها ليها بطبيعة الحال. حاجة عادية، لان هذيك الزوجة ديالك غادي تولد لك وليدات، غادي تكمل معاك حياتك، غادي دير معاك شحال من حاجة، والا ما كنتش غادي تجوج بها من الاول، ما كنتش غتعطيها الكلية ديالك، ولا واش فهمتيني؟ المهم الا كانت المراه ديالي شمنت الناس وحتى هي ملي عاونتني وفي سميتو في الزواج ديالي نعطيها لها، ماشي مشكل نعطيها لها، حيت راه موت ولادي هذيك. اي يمكن لي نتبرع للزوجة ديالي، حتى الزوجة ديالي راه تقدر تكون ام ديالي، تقدر تكون اي حاجه، تقدر تكون العالم ديالي كله. بالنسبة للأم ديالي نقدر نكثر، نقدر نعطيها كل شيء، كنقول نقدر نعطي الكلية الزوجة ديالي. من طبيعة الحال يعني ما كاين حتى مشكل، سي نورمال، يعني حيت هي الزوجة ديالي غادي نكون يعني نصفي الآخر. من طبيعة الحال سي نورمال أنني نتبرع عليها. وفي الصراحة داك العقد ديال الزواج اللي بيني وبينها سي نورمال أنه يعني تكون معايا في السراء والضراء، وتا انا كذلك اللي كانت محتاجه بوكو با، ما كاين حتى مشكل. وممكن تبرع بالزوجه ديالي لان هي كتشارك حياتي، ممكن تبرع لها باي حاجه اللي كانت تخي امبورطون، مهمه ليها هي بزاف وغتساعدها في الحياه ديالها باش تبقى معايا للراس والعين، ما كاين حتى مشكل. باش تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.